trucks making 1 million kilometers per day in Africa. They have 250,000 contractors. So the risk is there, you know, with a lot of possible accidents everywhere. طبعا اليوم راح يقام حفل ان شاء الله مساء لريادة لتقيمة توتال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وفاء الصفار رئيسة المسؤولية الاجتماعية في شركة توتال قطر. اليوم هو الحفل الختامي لمؤتمر الريادة للطاقة. المؤتمر كان على 3 أيام، غطى مختلف المحاضرات من البترول والغاز والبتروكيماويات والابتكار والسلامة والصحة. طبعا كان عندنا مشاركات من مختلف الجامعات والجهات والشركات، والهدف الأساسي هو نقل الخبرة من أصحاب الخبرة للطلبة والمشاركين. الحمد لله كان في حضور جدا كبير وكان في مشاركات، هذه طبعا النسخة الثانية، وكان تركيزه بشكل كبير على دولة قطر والمشاركين من دولة قطر. اليوم هذا يعتبر هذا الحفل الختامي تكريما لهم وتكريم للجهات الداعمة للتعاون ما بين الأكاديمية والقطاع الطاقة. قوانين للتوضيح فقط، بالنسبة لشركة توتال هي تعتبر أكبر الشركات الفرنسية للطاقة ومتواجدة في دولة قطر منذ العام 1936، وطبعا هذه العلاقة الممتدة بسبب طبعا طبيعة العلاقة اللي تربطها مع شركائها في دولة قطر. هي طبعا تشتغل في قطاع النفط والغاز من حيث الاكتشاف والتنقيب والتكرير، وأيضا البتروكيماويات والتسويق ومواد التشحيم. هذه ملخص سريع عن شركة توتال المتواجدة في قطر منذ العام 1936. معاكم فاطمة محمد من كلية الشمال الأطلنطي. أنا شاركت في مؤتمر الريادة مع توتال. السلام عليكم، معكم فهد بن غراب المري، مهندس إنتاج في شركة قطر بتروكيماويات. طبعا نشكر توتال على هذه الورشة اللي جمعت من بين باحثين وأصحاب خبرات ومهندسين وطلاب، تتكلم عن 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 مجال الطاقة في جميع المجالات، يعني من بتروكيماويات من غاز. طبعا اشرحوا الموضوع مش بشكل بس على دولة قطر، بشكل عالمي. المستقبل، السوق وين رايح، وين التركيز المفروض يكون، الطاقات المتجددة المفروض يكون فيها استثمار في المستقبل. طبعا استفدنا من الجميع ونشكر توتال على هذه الورشة. And long-standing partners from the energy industry. Distinguished guests representing Qatar University, Hamad bin Khalifa University, College of North Atlantic, and Texas A&M Qatar. Leaders and professors, my name is Wafa al-Safar. I am Lead Corporate Social Responsibility and Institutional Relations in Total Qatar. Tonight, I have the opportunity to recognize our participants who showed their leadership, devotion, determination within these intensive 3 days. Without the tireless effort, it would be difficult to encounter energy industry challenges. A Riyada Energy Seminar provided leaders an insight to the energy industry, which include multidisciplinary curriculums and modules addressing the current challenges in the oil and gas and renewable energies, petrochemical, and the role of innovation, and never on the expense of health and safety. Out of all the universities and the energy industry parties, with their devotion and vision to empower young potentials, those who impact the community,
تنظيم مؤتمر ريادة ضمن استراتيجية شركة توتال المسؤولية الاجتماعية لدولة قطر، هي عبارة عن منصة لتبادل الحوار والمعرفة وبناء جسور التواصل بين خبراء النفط والغاز والطلاب والمهنيين في جميع مجالات النفط والغاز في دولة قطر. Amazing 3 days, and I would like first to congratulate all the students for completing this seminar, obviously quite successful from what I've just heard and all the feedback that I received. I hope that it was useful for you. I hope that you had the opportunity to interact between yourselves, to interact with the professors. To honor our supporters and partners to make this seminar a successful event. So if you could, I would just start with our partners in the energy industry. Our chief executive officer of North Oil, Mr. Jack Azibert, if you can welcome us on the stage, please. And I want to do it one more, but everyone is doing it. Okay, ready? بداية ودي أوجه الشكر لشركة توتال الفرنسية على اهتمامها المتواصل بدعم موظفينها ودعم أيضا قطاع الشباب اللي مهتم في مجال النفط من خلال مثل هذه الدورات التدريبية. الجزء الأول. الجزء الثاني، لفت نظري أن معظم اللي تم تكريمهم في الجزء الأول قبل ما يتم تكريم الطلبة كلهم أنهم خبرات من كبار السن. فبعد ما خلص الحفل سألت أحد الأخوان، قلت له هذيلا يعني ضيوف ولا مدربين ولا إيش وضعهم هذيلا؟ قال لي حسن، شركة توتال لما يطلع الموظف على التقاعد ما يطلع التقاعد قاعد في البيت، لا، يستعينون في خبرته كخدمة مجتمعية من خلال تقديم مثل هذه الدورات. فيقول لأن هذين يعتبرون مكسب أولا، لأنهم يعني عندهم خبرات عريقة تمتد على 40-50 سنة في مجال النفط والطاقة والغاز، فبدل ما أنهم يكونوا جالسين في البيت ويأخذون بعض الإعانات الشهرية من الحكومة، لا، يتم الاستعانة فيهم وإرسالهم لقطاعات النفط المختلفة للشركة في شتى أنحاء العالم وتقديم دورات تدريبية وتأهيلية وتثقيفية وتوعوية للموظفين الجدد. والله قاعد تفكر، قلت طيب احنا ايش المشكلة لو استعنا احنا ايضا بخبراتنا المحلية اللي قلنا لهم شكرا بعد عمر طويل وقعدوا في البيت عقب عمر اللي قضوه في الوظيفة، انهم ايضا يكون لهم دور في المجتمع، يكون لهم دور من خلال طبعا
والاستفادة من خبراتهم هذه بتقديم ورش، دورات تدريبية، تأهيلية، بحيث أنهم يساعدون يعني خلينا نقول الموظفين الجدد على التعود على طبيعة العمل الجديد اللي هم داخلينها. أصحاب الخبرات هذه اللي احنا قلنا لهم شكراً بعد عطاء السنين وتحول إلى التقاعد، هم يظلون في الآخر عندهم خبرات ممكن يقولون للآخرين. مش معقول أنا بعد ما أخلص هالسنوات في مجال عملي ألقى نفسي قاعد في البيت وخلاص ما لي أي دور آخر. لا، في منهم من قادر على العطاء ونقل المعلومة. يعني هذين اللي شفناهم اليوم لعمارهم، على فكرة عمارهم فوق 60 وفوق 65 وفوق 70، لكن يقول لك أنا عندي فكر ولازم أنقل الأجيال يتورثونه، لأن أنا عندي علم حرام يروح معاي وما حد يستفيد منه. لذلك توتال لهم الشكر والتقدير صراحة أنهم استعانوا بالمتقاعدين لتدريب الجدد. يعطيهم العافية.